إذن كيف وصل الجيش السوري وحلفاؤه إلى الحدود مع العراق؟ ما هو رد فعل التحالف الدولي النشط في تلك المنطقة؟ ولماذا تصمت دمشق دون تأكيد أو نفي لوصول قواتها إلى الحدود العراقية؟ هل سيؤدي هذا إلى مزيد من الشد والجذب بين القوى المسيطرة على زمام الأمور هناك؟ لماذا أشاد البنتاغون بأن موسكو كانت مفيدة جدا لخفض التوتر في جنوب سوريا؟ هل وفر التحالف الدولي ممرات آمنة لمسلحي تنظيم داعش للتمكن من مغادرة المنطقة المحيطة بمعقل التنظيم في الرقة؟ أرحب بضيفي الكريم من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون. أهلا بك دكتور الشرقاوي. تواجد القوات السورية على الحدود العراقية، ربما شهدنا محاولات أمريكية عدة لمنع هذه القوات السورية والحليفة للجيش السوري من الوصول إلى هذه النقاط. هنا نسأل عن التبرير الأمريكي لهذا الموقف الذي هو دائما منع الاقتراب من قوات حليفة لواشنطن. كيف ترى ذلك؟ ما هو الهدف الأمريكي؟ أعتقد مع تشابك الجبهات العسكرية الآن في المنطقة وانتشار خبر بأن هناك تقلص في القوة الدفاعية لداعش، ينبغي أن نستحضر أن هذا التحرك اليوم من قبل الجيش السوري قرب الحدود العراقية هو ضمن السياق العام. قبل أقل من أسبوع تحركت قوة سوريا الديمقراطية نحو الرقة على مشاريفها بحدود 22 كيلومتر وسيطرت على سد البعث الذي أصبح الآن يسمى سد الحرية. فهذه التحركات في مناطق النزاع تثير أيضا ردود الفعل من القوى الأخرى. بمعنى آخر، لا يمكن التسليم بأن هناك خط تصاعدي لقوى معينة سواء كانت أمريكية أو روسية أو سورية أو داعشية أو ما إلى ذلك. كل الأطراف الآن نظرا لتشابك خطوط إطلاق النار كلها تحاول الآن أن تتقدم أو على الأقل تحرز تقدم نسبي إلى الأمام، لعل وعسى أن يكون لها نصيب الأسد عندما تسقط الرقة من يد قوات داعش. فأعتقد هناك استراتيجيات متعددة واستراتيجيات متنافسة، ويبقى في نهاية المطاف أن ليس التلويح ببعض المواقف في العواصم سواء كانت واشنطن أو موسكو بقدر ما ينبغي الاحتكام إلى العمليات الميدانية ومدى تقلب ميزان القوة بين هذا الطرف وذاك. يعني هل القوات الأمريكية والطيران الأمريكي ربما منع أكثر من مرة القوات السورية أو قوات حليفة لها من التقدم نحو منطقة التنف وقصفها بالطائرات؟ كان هناك امتعاض أيضا روسي من هذا التصرف الأمريكي. الآن يصل الجيش السوري إلى الحدود الشرقية مع العراق، كيف وصل؟ هل في غفلة من الجيش الأمريكي أم ربما غطاء روسي جوي أو توافق أمريكي روسي على هذه المسألة؟ أعتقد أولا هناك أمران. الأمر الأول، هناك مرونة مفتوحة بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بالتقلبات الميدانية وقيدا أولوية القضاء على داعش مقابل تنحية أو عدم تنحية النظام السوري في دمشق. هذا أمر أول. الأمر الثاني أيضا أن هناك فرق واضح بين الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومة أوباما في الأعوام الثمانية الماضية والسياسة الحالية لحكومة ترامب. ينبغي أن نسجل نقطة مهمة، أن ترامب لا يكترت الآن بالأزمة السورية سواء في بعدها السياسي باتجاه نظام الأسد أو في بعدها الإنساني باتجاه
سقوط المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. هو يريد أن يختزل التحرك والاستراتيجية الأمريكيتين فيما يتعلق بالاحتواء أو على الأقل المضي قدما في خط الاحتواء إزاء قوة داعش. يعني هو ينظر إلى ما هذه التحركات الآن من زاوية الأولوية وهي الحملة الكبرى على داعش وأخواتها في المنطقة. فللأسف أصبحنا الآن ننظر إلى الأزمات السورية على اختلافها ضمن هذا الخندق الضيق وهو الخندق الأمني إزاء داعش أكثر من التعامل مع بقية تجليات الأزمة السورية بكل تفاصيلها وتعقيداتها سواء فيما يتعلق بتركيا، فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق بحزب الله، فيما يتعلق بكل الأطراف المباشرة وغير المباشرة. وهذه هي ما نسميه في تسوية النزاعات بضبابية الحرب، بمعنى آخر أننا لا يمكن أن نستقرأ حقيقة ما يدور في الميدان، بل نحاول أن نستنبط ما يمكن من خلال بعض التصريحات وبعض الاتصالات وبعض المؤتمرات الصحفية، قد تكون في موسكو، قد تكون في واشنطن، قد تكون في دمشق أو غيرها من العواصم. نعم. خصوصية هذه المنطقة الصحراوية، تتوزع فيها قوات سوريا الديمقراطية في الشمال وفي الجنوب جيش العشائر، القسمين مدعومين من الجانب الأمريكي. هل يبدو قطع الطرق على القوات السورية منحها من الوصول من ريف حمص إلى ريف دير زور وصولا إلى البوكمال أمرا ممكنا؟ أعتقد ما نشهده اليوم من هذه التحركات وتضييق الخناق على بعض الأطراف من قبل أطراف أخرى هو ربما ينم عن الوصول إلى مرحلة يمكن أن نسميها مرحلة براغماتية، بمعنى أن هذه من ثمار التنسيق العسكري الاستراتيجي بين القوات الأمريكية وبين قوات سوريا الديمقراطية. وتبين حتى الآن أن واشنطن تريد أن تستفيد بأكثر ما يمكن من هذا التحالف العربي الكردي بوجود قوات البشمركة، بوجود مقاتلين عرب. فهناك نوع من الزخم أو ما نسمى باللغة الإنجليزية يعني ميليتري مومنتم، زخم عسكري تريد الولايات المتحدة وتريد المعارضة السورية أن تحرز تقدما من خلاله. يبقى السؤال الآن، هل هذا النصر أو هل هذا التقدم من قبل الجيش السوري باتجاه الحدود العراقية، هل هو تقدم دائم بمعنى أن ما تحرزه من أراضي أو ما يحرزه من أراضي سيظل قابلا للسيطرة المستدامة عليه، أم أن ربما ينبغي أن نترقب نوع من رد الفعل الآخر سواء من هذا الطرف أو ذاك؟ لأن الوضع الآن يبدو أن فيه دينامية عسكرية لكن الصورة النهائية لم تستقر بعد، وحتى الآن لم يصدر من واشنطن أي تصريح بشأن تزكية أو التعليق على هذا التطور العسكري اليوم. نعم، أرحب بالعميد الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. أهلا بك سيادة العميد، وأسألك موقع حدودي في الصحراء شمال شرق التنف، تحديدا في المنطقة الفاصلة بين مواقع داعش في البادية وتلك التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من الأمريكيين، هذا يفصل بين داعش وهذه القوات، كيف ستكون الصورة عسكريا في هذه المنطقة؟ الواقع سيدي الكريم أن الوضع العسكري حاليا هو أن القوات الأمريكية ومعها قوات بريطانية تتمركز في نقطة التنف السورية المقابلة لنقطة الوليد العراقية، وقد تفاهمت الولايات المتحدة مع الاتحاد الروسي على إنشاء منطقة تسمى ديكونفليكشن زون، أي منطقة عدم تنازع، وهي مركزها التنف وشعاعها 55 كيلومترا. طلبتها الولايات المتحدة لكي تهيئ ما تسميه مغاوير الثورة، وهم مجموعة من السوريين دربتهم داخل الأردن. حاولت القوات السورية الدخول إلى هذه المنطقة، فتعرضت لقصف لثلاث مرات في منطقة الشحمة وفي منطقة مثلث ضاضة. أطلقت القوات السورية أو حلفاؤها طائرة من دون طيار من نوع شاهد، وألقت بصاروخ خلبي غير منفجر على المركز التنف في رسالة إلى الأمريكيين. لكن ما حصل بعد هذا الصاروخ هو أن القوات السورية تجاوزت
المنطقه الديكونفليكشن، منطقه وقف النزاع، واتجهت بالشمال الشرقي على الحدود السوريه العراقيه وسيطرت على مساحه واسعه في باديه الشام هناك. غالب الظن ان هذه السيطره ستكون قاعده انطلاق للقوات السوريه من اجل الوصول الى البوكمال او ملاقات القوات العراقيه التي من المفترض ان تتقدم من البعاج جنوبا باتجاه الانبار والبوكمال، يعني امتداد البوكمال داخل الاراضي العراقيه. نعم، في قدوما من الانبار مروه وعنا. نعم، هذا يعني التقدم السوري يوحي بان هناك اتفاقا او مخططا لوصول الى الحدود لجهه الشمال ايضا، وليس فقط بجهه الشمال الشرقي كما هو حاصل الان. اما بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه سيدي الكريم، فقد حاولت منذ سنتين عندما انشات جيش سوريا الجديده وانزلته في البوكمال واصيب بخسائر فادحه، فشلت تجربه جيش سوريا الجديده. اليوم تجربة مغاوير الثورة لم يعني تجرب حتى الآن، لم نعرف نتيجتها، وهل هؤلاء فعلا مقاتلون وقادرون على قتال داعش أم سيصيبهم مثل ما صاب باقي التنظيمات التي دربتها الولايات المتحدة وفشلت بدءا من الفرقة 33 وحركة حزم وحركات أخرى. نعم، في الشمال السوري الجديد. نعم دكتور شرقاوي، نعم. إذن هل نحن أمام تقسيم واضح لمناطق النفوذ؟ أم إن الأمر برمته تم تحت الحماية الروسية وفي الحالتين يعني توافق روسي أمريكي على ذلك؟ غير مسموح الوصول إلى التنف، ولكن الابتعاد عن التنف بمسافة 70 كيلومتر كان هناك مسموح الدخول للقوات السورية والوصول إلى الحدود. قبل أن أجيب على سؤالك دعني أعلق على نقطة أثارها الضيف من بيروت. ينبغي أن نشدد على أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تريد إنزال قوات برية للمشاركة في هذه المعارك. ما لاحظناه حتى الآن هو أن عدد الخبراء العسكريين الأمريكيين والمدربين الأمريكيين لا يتجاوز 1000 مستشار أو 1000 شخص من القوات الأمريكية. بمعنى آخر أن استراتيجية واشنطن في هذه المرحلة هي تدريب وتجهيز ومد قوات سوريا الديمقراطية بكل ما تحتاجه من أسلحة على أساس أن تكون هي في الخط الأمامي وهي التي تحرز التقدم بشقيها الكردي والعربي إزاء داعش وبقية الفصائل الأخرى. فهذه أعتقد نقطة أساسية ينبغي أن نتمسك بها، وألا نؤول المعارك على أنها معارك أمريكية سورية أو أمريكية مباشرة مع قوة داعش. لا لا، ولكن النقطة الرئيسية بالنسبة لسؤالك هل هناك اسمح لي دكتور شرقاوي، أن القوات السورية عندما تصل إلى الحدود العراقية هي تفصل بين القوات المدعومة أمريكيا من قوات سوريا الديمقراطية في الشمال وبين قوات أخرى موجودة جنوب هذا الخط، وهي جيش العشائر وقوات النخبة التي تحدث عنها سيادة العميد. وأعتقد هذا ما يعكس أننا لسنا أمام معركة واحدة، هي سلسلة معارك مفتوحة على بعضها البعض، لأن خطوط إطلاق النار تختلف، وفي نفس الوقت هناك أطماع من كافة الأطراف، سواء كانت دمشق، سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية، سواء كانت القوات الأخرى. بمعنى آخر أن هناك الآن نوع من الخليط من هذه الاستراتيجيات العسكرية التي تتنافس على مبدأ الكسب الميداني أو تحقيق تقدم على الأرض أكثر ما يمكن. يبقى أيضا أن كما قلت في البداية أن هذه التحركات كلها لا تستقر ولن تستقر على حال سواء سقطت الرقة أو لم تسقط. فأعتقد نحن الآن أمام معارك مفتوحة بين عدة جبهات، ويبقى السؤال هل هناك نوع من التنسيق الروسي الأمريكي الذي سيحافظ على نفسه من جهة، وهل هناك أيضا نوع من المرونة الأمريكية إزاء التحرك السوري على مستوى الجيش السوري، وفي نفس الوقت نعم. محاولة تشجيع ما يسمي بمنطقة نزع الفتيل. نعم سيادة العميد، هذا الوصول يؤمن عملية الوصل عبر الحدود وتدفق السلاح إلى الجانب السوري من إيران عبر العراق. هل هو قرار أو توافق أمريكي روسي على تسليح الجيش السوري؟ أيضا تدفق الدعم البشري من قوات الحشد الشعبي المتواجدة على الطرف الآخر من الحدود؟ تدفق السلاح ليس بحاجة إلى
فتح حدود السورية العراقية مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية يستقبل الأسلحة بشكل كثيف من روسيا ومن غير روسيا أيضا. وهذا المعبر هو له يعني الحدود السورية العراقية لها رمز سيادي سوري ورمز سيادي عراقي بتطهيرها من داعش أكثر مما هي عملية دعم لوجستي. اليوم نقل السلاح لا يكون بقوافل من الشاحنات، يعني تراها كل الأخبار الصناعية وتقصف بطائرات بدون طيار، ليس من أجل نقل السلاح، ولا أعتقد أن سوريا بحاجة إلى سلاح ينقل بالشاحنات. الوضع هو أن السيطرة على الحدود السورية العراقية تعتبره الحكومة السورية إنجازا مهما في محاربة داعش والوصول إلى الحدود العراقية، تمهيدا للوصول إلى مدن الفرات وهي الرقة، دير الزور، والميادين، والبوكمال. وحول الفرات غير هذه المدن هناك العديد مئات القرى التي تنتشر حول ضفاف نهر الفرات ومعظمها مأهولا حتى الآن. نعم، يعني إذن سيادة العميد، هل فرض الجيش السوري بهذه الخطوة وجوده في المعركة كلاعب رئيس في القتال والمعركة ضد داعش بضوء أخضر روسي أو بتحذير روسي للأمريكان؟ يعني هناك دعم روسي لا شك فيه، هو بتوسيع انتشار الجيش السوري شرق وشمال تدمر، إذ سيطر على حقل الشاعر وحقل جزل وبات على نحو 4 كيلومترات من حقل غاز أرك وهو حقل مهم جدا، كما أن ريف حلب الشرقي بما فيه من 250 قرية بات تحت سيطرة الجيش السوري، ووصل الجيش السوري إلى محاذاة قوات سوريا الديمقراطية بعد مسكنة باتجاه الطبقة. يعني تقدم الجيش السوري في ريف حمص الشرقي وفي ريف حماة الشرقي أيضا على حساب تنظيم الدولة داعش هو واضح في الشهر القديم في الشهر الماضي وبدعم روسي واضح، ويرجح أنه بتسهيل أمريكي أيضا. نعم دكتور شرقاوي، القوات الجوية الأمريكية منعت قوات حليفة للجيش السوري من الاقتراب من معبر التنف وقصفت أكثر من مرة هذه القوات آخرها قبل يومين. نريد أن نفهم الصورة بشكل أوضح، هل مسموح أمريكيا للجيش السوري فقط التواجد على الحدود وممنوع على حلفائه الوصول إلى هذه النقطة؟ لا يبدو لي أن هناك خطة واضحة، لأنه الآن أعتقد هناك ارتجالية واضحة من قبل حكومة ترامب إزاء الأزمة السورية، وخصوصا الآن وأنه سمح بإمداد قوات سوريا الديمقراطية بالعتاد وبالمدربين وما إلى ذلك. فمن الصعب لي وأنا في واشنطن أن يعني أستقرئ الوضع الميداني هناك في سوريا والعراق، لكن يبقى من المؤكد أن هذه معركة مفتوحة على مصراعيها على 3 مستويات كما يبدو لي الآن، وأنا أتحدث بمنطق تسوية النزاعات. هناك المستوى المحلي، ونلاحظ أن هناك مواجهات وهناك أيضا دعم محلي بين عدة أطراف، سواء كانت الحكومة السورية أو المعارضة أو قوات البشمركة. في نفس الوقت هناك المستوى الإقليمي وهو أيضا يعني يطغى إلى حد كبير، سواء من قبل إيران، من قبل حزب الله، من قبل تركيا، ومن قبل أطراف أخرى. يبقى المستوى الثالث أعتقد وهو حصيلة التفاعل بين المستويين الأول والثاني، وهو المستوى الروسي الأمريكي. وهنا أعتقد بيت القصيد. لماذا؟ لأنه ليست هناك قطيعة أو تناقض واضح بين الموقفين، بمعنى آخر هناك توافق في مناحي معينة عندما يتعلق الأمر بما يسمى بمكافحة الإرهاب والقضاء على داعش، لكن هناك نوع من الاتفاق الضمني أو نوع من التوافق غير المعلن بين موسكو وواشنطن إزاء بقية أضلاع الأزمة السياسية. فالمسألة أعتقد مسألة تركيبية، ولهذا السبب يعني نواجه نحن كمحللين أو كمتتبعين للوضع ما هي الفروق الدقيقة بين هذا الموقف وذاك وبين هذا التحرك العسكري وذاك. وفي المحصلة النهائية مما يزيد في تعقيد الأزمة السورية هو أن هناك ارتفاع وانخفاض بين هذه المستويات الثلاثة، بين المحلي والإقليمي والدولي، صعودا ونزولا. نعم سيادة العميد، ما يتحدث عنه الدكتور شرقاوي من توافق، هناك مفاوضات سرية في عمان بين الولايات المتحدة وروسيا حول منطقة
خفض توتر جديدة في الجنوب الغربي مع الحدود مع الأردن. وأيضا سيطرت الجيش السوري على أكثر من 100 كيلومتر من هذه الحدود. كيف يقرأ كل ذلك؟ يعني لا أعتقد أن المحادثات السرية تبقى سرية، الميدان يكشف كل شيء. نعم. يعني خصوصا أن يعقب كل ذلك تحركات في الميدان. ليس هناك توافق تام بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ أن الولايات المتحدة نفذت إنزالا من قوات العمليات الخاصة قرب مدينة الطبقة في رسالة واضحة إلى الجانب الروسي وإلى السوريين بعدم الاقتراب من الطبقة وعدم المشاركة بمعركة الرقة، كما أنها وجهت تحذيرا للرئيس أردوغان ولتركيا بعدم التفكير بالمشاركة في معركة الرقة، رغم إعلان الرئيس أردوغان مرارا وتكرارا أنه سيشارك فيها. والرئيس ترامب أصدر قرارا وأعلنه عن تزويد قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة من أجل معركة الرقة، أي أن معركة الرقة هي معركة كردية أمريكية فقط، ويمنع على الجانب الروسي والسوري والتركي التدخل فيها. الكل أذعن لذلك، لكن في مقابل في مناطق أخرى وخاصة في جنوب بادية الشام، الديكونفليكشن زون، هذه المنطقة عدم النزاع، يبدو أن هناك اتفاق حولها. لذلك تجاوزت القوات السورية وحلفائها هذه المنطقة وتحركت باتجاه الحدود السورية العراقية. يبقى النزاع من يصل إلى السخنة، من يصل إلى دير الزور، وهل تصل القوات السورية مدعومة من روسيا. نعم. إلى دير الزور، فتقسم بادية الشام على قسمين وتبدأ نهاية داعش الحقيقية. هذا ما ننتظره في نعم. الأسابيع المقبلة. نعم، العميد الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ملفنا الثاني بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.